السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. زلزال يضرب مصر، إليكم التفاصيل. متابعينا لأول مرة، رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا لايك حتى ننقل لكم كل ما هو جديد إليكم. أعلن المعهد القومي للفلك أن محطة الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة سجلت اليوم السبت هزة أرضية على بعد 60 كيلومتر غرب مدينة السويس، وكانت بياناتها كالتالي: وقت الحدوث والقوة، الساعة 9:23 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي، القوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، خط العرض 29 شمالا، خط الطول 31 شرقا، العمق 6.2 كيلومتر. هذا ولم يرد للمعهد ما يفيد وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات. في نهاية الفيديو نسأل الله السلامة لمصر وشعبها. متابعينا، لو أعجبكم الفيديو الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسوا اللايك حتى ننقل لكم كل ما هو جديد إليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.